مراسلنا نعم مراسلنا هناك ضياء حوشية لأسأل عن مواقف وردود الفعل الرسمية والشعبية على العدوان، ما هي الردود التي صدرت عن السلطة الفلسطينية وحركة فتح؟ فعليا ما صدر عنها لا زال يروح مكانه، بمعنى الإدانة والاستنكار والشجب وسلسلة الاتصالات التي بدأت منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة. هناك اتصالات تجرى على مستويات عربية إقليمية دولية لوقف العدوان الإسرائيلي. قبل قليل أيضا مرت مسيرة من هنا وسط مدينة رام الله، نشاهد بقايا هذه المسيرة التي تجمع خلالها العشرات من الفلسطينيين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذه المسيرة جابت شوارع مدينة رام الله، كانت تهتف نصرة لغزة وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. لكن إذا ما نظرنا إلى فعليا العمليات التي استهدفت حركة الجهاد الإسلامي منذ تأسيسها في الثمانينيات، بدأت باغتيال فتح الشقاقي مؤسس وزعيم حركة الجهاد الإسلامي عام 95 في مالطا، ومن ثم بعدها الشهيد عصام براهمة تم اغتياله في عنزة عام 92، إضافة إلى ذلك هاني عابد تم اغتياله في عام 94 أثناء صعوده في مركبته في منطقة خان يونس، ومن ثم محمود الخواجة وهو من رموز الحركة وأحد مؤسسي الجناح العسكري. نلاحظ بأن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية منذ القدم لم تتوقف بحق الفصائل الفلسطينية وبحق نشطاء المقاومة الفلسطينية. ولكن بطبيعة الحال أعود إلى سؤالك حول الردود الفلسطينية، هناك دعوات لتصعيد المقاومة الشعبية، شهدنا وقفة اليوم أمام مقر مفوضيات الأمم المتحدة في مقرها في حي المصيون في مدينة رام الله، حيث قدم أو سلم المتظاهرون الفلسطينيون رسالة واضحة للمفوض هناك بضرورة أن تلتزم الأمم المتحدة بوقف العدوان وأن تضغط على إسرائيل لذلك. أيضا مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف الذي وصل إلى الأراضي الفلسطينية ومن ثم عاد إلى إجراء محادثات مع الأشقاء في مصر، هناك اتصالات تجرى بين السلطة الفلسطينية وبين الأمم المتحدة وبين وزارة الخارجية وعدد من وزارات الخارجية في الدول العربية وتحديدا أيضا الجامعة العربية ومصر لوقف العدوان الإسرائيلي. هناك خشية فلسطينية فعليا إذا ما استمر هذا العدوان ومن ثم دخلت فصائل أخرى على خط التصعيد فإن الأمور قد تنقلب رأسا على عقب، وقد تنذر ذلك بمواجهة شاملة في قطاع غزة وقد تمتد أيضا إلى الضفة الغربية التي تعيش على سطح برميل بارود ساخن قد ينزع فتيله في أي لحظة، لأن كل التقديرات الأمنية السابقة الإسرائيلية كانت تحدثت عن يعني اشتعال الأراضي الفلسطينية وعلى وجه التحديد في الضفة الغربية في أي لحظة نتيجة الأوضاع ونتيجة الضغط المتزايد نتيجة عمليات الاستيطان المكثفة التي شاهدناها قبل عدة أيام. هناك أوامر بوضع اليد على آلاف الدنومات صدرت عن الإدارة المدنية الإسرائيلية وقيادة جيش الاحتلال في منطقة الضفة الغربية وفي منطقة القدس وضواحيها، لذلك الأوضاع فعليا هنا متفجرة للغاية وقد تشتعل في أي لحظة. لكن حتى الآن هناك جانب الاتصالات وجانب القنوات الدبلوماسية التي تنتهجها السلطة الفلسطينية لا زال على حاله، بمعنى أنه يوم منذ يوم أمس وحتى هذا اليوم لم تسفر كل تلك الاتصالات ولم تسفر كل الإجراءات الدبلوماسية الفلسطينية الخارجية بوقف التصعيد وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها. أحمد.